صنعاء تزف بشرى سارة وتعلن عن افتتاح شركة مساهمة وتدعو المواطنين للاكتتاب العام. تفاصيل عاجلة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ناقش وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد أحمد البخيتي اليوم مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة علي محمد الهادي إمكانية تطوير مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية. وفي اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الكهرباء المساعد لقطاع المشاريع المهندس أحمد المتوكل ونائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية محمد صلاح ورئيس الوحدة الاقتصادية بمجلس تنظيم أنشطة الكهرباء علي عزيز، أكد الوزير البخيتي أهمية تطوير الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار بقطاع الطاقة وفقا للإجراءات المنظمة لذلك، سيما في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة، وثمن المبادرات المقدمة من الغرفة الصناعية والتجارية بالأمانة فيما يتعلق بتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة. وأوضح وزير الكهرباء أن الوزارة شرفت على الانتهاء من أعداد وثائق نمطية لعقود الامتياز للاستثمار في مشاريع الطاقة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT وفقاً لإطار قانوني واضح قدمه ووفره قانون الكهرباء لسنة 2009 التي سيتم أعلانها رسمياً عند استكمال إجراءات مراجعتها واعتمادها من قبل الجهات المختصة. ولفت إلى أن الإجراءات ستحقق قفزات نوعية في تطوير قطاع الطاقة والنهوض به، فيما أعلن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة الهادي عن نية مجلس إدارة الغرفة إنشاء شركة مساهمة للقطاع الخاص بالتعاون والشراكة مع وزارة الكهرباء للاستثمار في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية خلال المرحلة المقبلة بقدرات تلبي احتياجات الاستثمار والصناعة والزراعة والاستهلاك المنزلي في اليمن. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.